أنا خلقت في هاي القرية وفي طفولتي بتذكر أجمل لحظات حياتي عندما كنت أسبح في مجاري الأودية، ولكن اليوم لا أجد شربة مياه. جفاف المي بتعلق بالاحتلال، والسبب حفر آبار ارتوازية بأعماق كبيرة أدى إلى جفاف النبع من جهة، وجفاف الآبار الارتوازية الموجودة عندنا في المنطقة من جهة أخرى. لم تقدم لنا مكروت أياً من هذا التعويض لهذه الآبار التي جفت، فنحن نطلب من 10 مليون كوب التي تضخ من قرية فوش بيت دجن بنسبة 1%. أنا توفيق حج محمد، رئيس مجلس قرية فوش بيت دجن ومدير المدرسة في هاي القرية. عدد سكان القرية كان قبل 67 7000 نسمة، والآن لا يتجاوز عدد السكان 1200 نسمة. 1200 هم من شريحة الأطفال والنساء والشيوخ كبار السن، أما بالنسبة لعنصر الشباب فيكاد يكونوا مفقودين في كرة الأغوار، والسبب إنه الشباب بحاجة إلى بنية تحتية لأنهم مقبلين على حياة ومقبلين كذلك على وضع أسري. يكفيهم السيطرة على مياهنا ويكفيهم السيطرة على أراضينا، كذلك هم يريدون أن يهجروا الأطفال والشباب ويصبحوا بلا مأوى. أين الضمير عند مثل هؤلاء؟ أنا شايف أنه يكون هناك سلام وأمن للطرفين، وهاي رسالة أنا من هنا من مناطق الأغوار بقول لهم: كفى تطفيش لسكان ومناطق الأغوار، كفى لكم بقتل الأطفال. القتل هو ليس أن أحضر بندقية وأقتل طفلا عندما أترك هذا الطفل في العراء بلا مأوى وبلا مسكن وبلا عيادة صحية وبلا شارع، أليس هذا بالقتل؟